وسلامة مملكة البحرين غاية أسمى، إذ لا يمكن أن تكون هناك نهضة وبناء من دون أن يكون هناك ظهير أمني واستقرار وطني يحمي هذه المسيرة ويعزز أداءها. من وحي هذه الرؤية المستنيرة وانطلاقا من مبادئها، عمل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى على أن يكون أمن البحرين نعمة يستشعرها واقعا كل مواطن ومقيم. قضية الأمن والأمان قضية هامة جدا، بل من أهم القضايا التي يجب علينا أن نتذكرها دائما، والتي يجب أن يحرص عليها كل مواطن ومقيم، لأن فقدان الأمن يعني فقدان الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. تصدى لهذه المهمة النبيلة رجال عاهدوا الله والقيادة والشعب على أن تبقى البحرين آمنة ووطنا للسلام والوحدة والتعايش، وهو أمر ليس بغريب على مجتمع شهد له العالم بالتسامح. رجال آمنوا بالتضحيات سبيلا وعملوا في سبيل أداء واجباتهم بتوجيهات دقيقة ورؤية أمنية مستنيرة للفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية. أود أشكر وزارة الداخلية اللي الحقيقة كلنا نشوف الأمن قاعد يقوى ويكثر، والأمن الاجتماعي هو أهم شيء. أنا ما أتكلم عن قوة ولا أتكلم عن ضغط، أتكلم عن علاقات بين الناس. والمجتمع اليوم أصح من ما كان عليه في السابق، والحقيقة الفضل راجع لوزارة الداخلية والتضحيات الكبيرة اللي قدموها على مدار هذه الدورة الأربع سنوات. فبعد مشكورين يا أبو عبد الله. ما أود أن أشيد بما تقوم به وزارة الداخلية وجميع رجالات وزارة الداخلية وما يقدمونه من جهود مخلصة في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة، وفي الحفاظ على جميع الممتلكات الخاصة والعامة وصون هذه الممتلكات. كما أود أيضا أن أشيد بجميع ما تقوم به وزارة الداخلية من برامج أمنية ساهمت بشكل كبير في منع الجريمة وفي محاربة الإرهاب. وأيضا أود أن أذكر ما يقوم به مجلس النواب منذ بداية هذا الفصل من اهتمام بالغ بجميع التشريعات التي تصب في مصلحة الأمن والأمان. وأود أن أذكر أيضا بأن مسألة الأمن في مملكة البحرين لا تقع فقط على وزارة الداخلية ومنتسبي وزارة الداخلية، وإنما تقع هذه المسؤولية على جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. تحمل مملكة البحرين مشعل الحرية والتعايش من خلال رسالتها الوطنية وقيمها العربية والإسلامية، ويلمس الزائر والمقيم نتائج هذه الرسالة النبيلة، حيث تصدرت البحرين الدول الخليجية والعربية كأفضل وجهة للأجانب. التقرير الدولي الذي وضع البحرين بهذه المرتبة لم يغفل أي من عناصر ومميزات المملكة، وبالتأكيد كان على رأسها التعايش والقبول والإحساس بالحرية والأمان. وتبقى الحقيقة الساطعة في الأذهان، وهي أن التنوع والتعددية التي تميز بها المجتمع البحريني تشكلان مصدر قوة ونبعا للسلام والأمان. لا شك أن التسامح والتعايش والمودة والتآلف والاحترام المتبادل هي قاعدة الأمن والسلام، هي القاعدة التي تؤكد على الأمن والسلام، وهو ما عملت عليه مملكة البحرين من خلال قادتها وولاة أمرها. عملت ورسخت هذه المفاهيم لتأكيد هذه المسيرة الحضارية المباركة. ولعل هنا يعني وزارة الداخلية تطلع
بالجانب الأكبر من تحقيق هذا السلم والأمن بالأسلوب الحضاري عن طريق التسامح والتعايش والاحترام المتبادل الذي أكدته من خلال عملها المبارك وسلوكياتها. لعل هنا معالي وزير الداخلية والضباط ورجال الأمن ورجال الشرطة، هؤلاء جميعا هم الذين يقومون بهذا العمل المبارك المضني. شرطة الأمن هي العيون الساهرة والعيون التي تعمل ليل نهار على رصد التجاوزات وكبح جماح من تسول نفسه التعدي وانتهاك تلك الحرمات والكرامات والحقوق وهتك الحرمات. ألف تحية وألف شكر وألف ثناء وألف تقدير لهذه السواعد ولهذه العيون التي هي محل تقدير واحترام، محل ثناء وشكر وامتنان الجميع، لأن بالأمن الكل يهنأ بالعيش السعيد، يهنأ بالاستقرار، يهنأ بنعمة السلام والسلم في المجتمع. الشرطة هي العين الساهرة على الشعب المقيمين والمواطنين في البحرين، فلولا الشرطة ما كان يكون هناك لا أمن ولا أمان، ولولا الأمن والأمان ما يكون هناك أي نهضة فكرية أو نهضة اقتصادية أو نهضة حضارية. فأساس هذه النهضات هو الأمن والأمان. لأجل ذلك أنا بحيي كل رجال الشرطة لأجل الأمن والأمان اللي بيوفروها لينا. فبدون الأمن والأمان لا نستطيع أن نقيم صلواتنا ولا عبادتنا ولا نجتمع في أدوار عبادتنا. الأمن هو اللي يحفظ العلاقات الاجتماعية والعلاقات المتجانسة بين مختلف مكونات مجتمع البحرين. متى ما حافظنا على الأمن فقدرنا نحافظ على العلاقات بين مكونات المجتمع، وحافظنا على تعددية مجتمع البحرين اللي هي ننظر لها دائما أنها مصدر قوة وليست مصدر ضعف. ومن الطبيعي أن تنعكس نعمة الأمن على قطاعات متنوعة من المجتمع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قطاع السياحة والمعارض الذي تعززت مساهمته في الناتج المحلي لتتجاوز 37%، بما يؤثر إيجاباً على مستوى الحياة والرفاهية، ولتشكل البيئة السياحية في ظل الأمن والاستقرار عامل جذب لحوالي 10 ملايين سائح سنوياً. كما شكلت المعارض والمؤتمرات والتي يبلغ عددها حوالي 700 معرض ومؤتمر أحد أبرز عوامل الجذب السياحي للبحرين، فضلاً عما تحقق لمملكة البحرين من سمعة إيجابية في الخارج. كان من بين مظاهرها الفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية. طبعاً الأمن هو الأساس في تنمية أي مجتمع وتنمية أي اقتصاد، ولا شك جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اللي موجودة في المملكة لها دور كبير وتشكر وتقدر من قبل الجميع. احنا كهيئة البحرين السياحة والمعارض، جهود وزارة الداخلية ودعمها للهيئة وفعالياتها هي للأمانة كان لها دور كبير في نجاح فعاليات مختلفة. الدخول وتسهيل الدخول من خلال جسر الملك فهد، من خلال الجمارك، من خلال المنافذ، أيضا الفيز، مع التعاون هناك تعاون كبير مع شؤون الجنسية والجوازات في هذا الشأن. واليوم للأمانة استطاعت وزارة الداخلية أن هي يعني يمكن شيء نتميز به إحنا في مملكة البحرين، أن أصبح رجل الأمن سواء كان في الجمارك ولا شرطة المجتمع، الزائر لما يزور البحرين يحس فيه أنه صديق وليس رجل أمن. الابتسامة والمعاملة، وإحنا من خلال استبيانات اللي ذكرتها لك من شوي بيّن هذا الشيء، يعني كان هناك رضا كبير من ناحية استقبال رجال الأمن للزوار وطريقة التعامل معهم، حسستهم بطيبة أهل البحرين. قوات الأمن تلعب دور كبير لترسيخ الأمن على نطاقين الحقيقة، يعني أمن السائح
وأمن الأنشطة السياحية. فهني الدور المزدوج اللي تلعبه دور كبير ودور مهم. إذا سائح ما حس بالأمن في الوجهة اللي رايح لها بطبيعة الحال راح يتوجه إلى مكان آخر. في نفس الوقت الأنشطة السياحية نفسها كالمعارض وكالفعاليات بحاجة لمن ينظمها لمن يقوم على أمنها وسلامة الزائرين لها. في يوم مثل اليوم ما يسعني إلا أتقدم بالشكر الجزيل لرجال الأمن وجميع منتسبين وزارة الداخلية على رأسهم سيدي معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة على الجهود الكبيرة والجبارة اللي يبذلونها لنشر الأمن في البلد وفتحت الفرصة لجميع الزوار أنهم يتنقلون في البحرين الحبيبة بشكل مريح. وتتكامل منظومة الأمن والاقتصاد، فالبيئة الآمنة جاذبة للاستثمار والتنافسية بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي ومضاعفة عوائده مع استمرار خطة تنويع مصادر الدخل، ولا يمكن الحفاظ على هذا أو ذاك من دون وجود الأمن. مملكة البحرين قطعت شوط جدا جدا كبير في موضوع استتباب الأمن في المجتمع، وانعكس ذلك على التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين. ممكن نرى ذلك في التنمية، مشاريع التنمية الاقتصادية اللي حققتها مملكة البحرين ممثلة في سواء القطاع العام أو القطاع الخاص. فإجمالي الناتج المحلي ارتفع بصورة كبيرة في مملكة البحرين على الرغم من تضعضع الاقتصاد فيما حول منطقة الخليج والعالم. طبعا وزارة الداخلية كانت من أولى المؤسسات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط في استحداث إدارة خاصة للفساد والجرائم الإلكترونية. هذه الإدارة فعلا كانت البؤرة اللي من خلالها استطاعت مملكة البحرين تجاوز عقبات العديد من الدول سقطت فيها، وهي يعني مواكبة الأحداث، وبالعكس استطاعت تجاوز الحدود اللي كانت الدول الأخرى مثل الدول العظمى أو الدول الكبرى الآن تمنع المستثمرين من الدخول فيها من خلال سهولة الدخول والخروج إلى مملكة البحرين، الحصول على الفيزا مثلا ميسر أي أكثر من قبل. في ظل تزايد الإرهاب من حولنا البحرين الحمد لله رب العالمين يستطيع أي مستثمر الدخول إلى البحرين من المطار. وتبقى أهم مؤشرات الأمن ما يتلمسه المواطن ويستشعر أثره في حياته اليومية، وهو ما يشكل دافعا له ليتعلم ويبادر ويبدع، لأنه مطمئن لأمن بلاده في حاضره ومستقبله.